فرعون طغى واستكبر وعاند وأبى أن يقبل الرسالة من موسى عليه الصلاة والسلام، وأخذ يتفاخر بما عليه هو من سلطان، قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه، عذب بماله. كل من قدم شيئا على محبة الله عذبه الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة.